شباب، مساء الخير عليكم. النهاردة يمكن هنتكلم في المحاضرة التانية في الويند انرجي تكنولوجي. يمكن النهاردة اللي هنركز عليه بقى الموديلنج، ازاي نعمل موديلنج للويند انرجي سيستم. تذكرة بس كده بالاوبجكتيفز اللي في الكورس ده. احنا يمكن في الكورس بتاع الويند انرجي تكنولوجي قلنا المحاضرة اللي فاتت احنا كان هدفنا ان احنا ندرس الاول التشالنجز وليه اهمية الويند انرجي وليه احنا بندرسها. بعد كده هنبدأ ندرس الايروداينامكس افكت على الويند تربينز، يمكن ده هنغطيه النهارده. وبعد كده هنبدأ نتكلم عن انواع الويند تربينز، سواء كانت الانواع دي ميكانيكية او كهربية. بعد كده هنبدأ نتكلم عن باور الكترونكس ودورها في الويند انرجي سيستمز. كان ندرس موضوع البنتريشن ليفل، تشوف ازاي البنتريشن ليفل كل ما بيزيد كل ما الويند تربين كل ما ده بيكون شوية بيحطنا في تشالنج ويخلينا نعمل حاجات كتير علشان نقدر نحسن من أداء السيستم بتاعنا. بعد كده هنبدأ نتكلم عن الاستابيليتي ودور الاستورج في الويند انرجي سيستمز. وفي النهاية خالص هنتكلم على الجريد كود، ده يمكن قلنا الكتاب اللي بنشتغل منه اللي هو بتاع الدكتور الشرقاوي، عنوانه ويند انرجي ان انترودكشن. الكتاب ده يمكن اتعمل سنة 2015، ودكتور الشرقاوي الحقيقة يعني أنا بكرر تاني ان كان ليا الشرف اني اتلمست على ايده في موضوع الويند، ويمكن هو اللي امتحني في الماجستير في الويند انرجي، وبرضه كان له فضل عليا في ان انا اخدت جزء من افكاره واستغليته في الدكتوراه بتاعتي في البي اتش دي. كورس اسسمنت يمكن زي ما انتم شايفين كده، الاتندنس عليه 10%، كويز عليه 10%، والميد تيرم عليه 20%، والاورال اكزام هيبقى عليه 10%، طبعا الفاينل عليه 50، الدرجة كلها من 100 زي ما احنا عارفين. يمكن النهاردة بقى الاوبجكتيفز بتاعتنا احنا عايزين ندرس ازاي نقدر نعمل موديلنج للويند باور فلو، باور تمشي جوه الويند دي ازاي نقدر نحولها لمعادلات. وبعدين عايزين نبدأ نعمل كالكوليشنز بقى للويند باور ويند تورك في حالات مختلفة لتربينات مختلفة موجودة في اماكن مختلفة. يمكن ده هنعمله النهاردة بإذن الله. في البداية بس كده قبل ما نبدأ عايزين يعني نفهم الويند انرجي سيستم ده بيتكون من ايه عشان نقدر نتعامل معاه ونعمل له موديلنج. الاول لازم نفهمه. الشكل البسيط ده بيوضح الموضوع عامل ازاي. يمكن زي ما احنا شايفين كده السيستم او الويند انرجي سيستم ده بيتكون من اول حاجة التربينة نفسها اللي هي الريش اللي محطوطة على هب، طبعا بيبقى فيه هب كده والريش اهي بتبقى محطوطة عليه زي ما انتم شايفين كده الشكل. طبعا هو هنا مش موضح شكل الهب، التاور اللي شايل التربينة. رقم اتنين في الروتور ده اللي هو الجزء الميكانيكي اللي بيدور بقى بعد لما انت دورت التربينة، في جزء ميكانيكي اللي بيدور اللي هو ده. ده الروتور كده. في جير بوكس عشان يكبر السرعة علشان يشغل او يدور الجنريتور. يمكن احنا هننتهي في شغلنا يمكن لحد هنا في المحاضرة دي، وبعد كده موضوع الجنريتور ونوع الجنريتور ده هنتكلم فيه بعدين، لان فيما بعد هنعرف ان في جنريتور لازم يكون في كاباستور بانك موجود لو احنا بنستخدم اندكشن جنريتور العادي، وطبعا في الستيب اب ترانسفورمر علشان نوصل على الجريد. طبعا ده الترانسفورمر ودي الجريد ودول الكاباستور بانك اللي موجودين. تمام، فدي كده الاجزاء اللي تهمنا. البريدز هي الريش اللي داخل لها الهواء، في هواء الريش دي بتدور بتدور الروتور ده لما بتدور. خلاص كده في ميكانيكال باور اتولدت. السرعات احنا بنغيرها علشان تتناسب مع الجنريتور، قلنا بقصة الجنريتور دي هندرسها بالتفصيل فيما بعد. طيب عايزين نعمل موديلنج للموضوع ده. الحقيقة الموديلنج بتاع الويند تربين ده يعني يرجع لفكرة الكاينتيك انرجي من البداية خالص. فأول معادلة يمكن كلنا عارفينها انها بتاعت طاقة الحركة بتاعت الكاينتيك انرجي بتساوي هاف الام في الفي سكوير. هنا الام اللي هو الماس والفي هنا اللي هي الفيلوستي سكوير. تمام،
فدي اول معادله ودي بدايه الموضوع خالص، ان الكينيتيك انرجي بتساوي هاف الام في الفي سكوير. يمكن احنا عارفين ان الماس بيساوي الدنسيتي اللي هي الرو في الفوليوم. لو حبينا ان احنا نعبر عن الفوليوم نفسه هنقول ان الفوليوم ده بيساوي الاريا مضروبه في الهايت، او الاريا مضروبه في السرعه في التايم. عارفين ان السرعه في التايم تدينا هايت، دايما السرعه وحدتها متر بير سكند والتايم سكند، فمتر بير سكند في سكند هو متر اللي هي وحده الهايت. يعني اذا نقدر نقول ان الكاينتيك انرجي بتساوي هاف الرو، عشان نشيل الفوليوم بقى ونحط مكانها A W G في ال A في الأوميجا. أستأذنك إنك ما تكتبهاش أوميجا، هنكتبها V علشان تبقى دي زي دي، لأن ما هو دي كمان V هتبقى سرعة V في ال T في ال V سكوير. يعني الكاينتيك إنرجي بتساوي هاف الرو في ال A في ال V كيوب في التي. ده كده قانون كاينتيك انرجي بتاع الهواء او الطاقه بتاعت حركه الهواء اللي موجوده. طيب اذا احنا عايزين نحسب الباور، احنا عارفين ان الباور بتساوي الانرجي، كاينتيك انرجي دي انرجي على التايم، يعني هتساوي هاف الرو في الاي في الفي كيو. دي البي بتاعت الويند زي ما قلنا، دي كاينتيك انرجي يعني الطاقه اللي بتحرك الرياح نفسها، دي البي بتاعت الويند، ويمكن دي اول معادله. طيب السؤال يجي هنا بقى، احنا عارفين ان ده الويند، دي الباور اللي داخله على الويند تربين، هل كلها بتتحول هنا لطاقه حركه ميكانيكيه للروتور ده؟ الحقيقه لا، لان مفيش حاجه كفائتها في الدنيا 100%. فقال لك يبقى البي اللي هي بتاعت الميكانيكال، سميها بي ميكانيكال، اللي هي بتاعت حركة الروتور ده انت شايفه ده، بتساوي البي بتاعت الويند مضروبة في سي بي. ايه السي بي ده؟ كفاءة. بس هو ما بيسميهاش كفاءة بقى، لانه احنا بنتكلم على الكفاءة، بنتكلم على كفاءة التربينة كلها، هو يسميها باور كوفيشنت. والاسماء هنا مهمة يا جماعة، لان احنا يعني هنستخدم مسميات كتير، فلازم فاهمين كل حاجه معناها ايه. هيبقى البي ميكانيكال اللي احنا بنتكلم عليها بقى دي بتساوي هاف الرو في الاي في الفي كيوب في السي في. ودي برضو تعتبر معادله مهمه. طيب تمام، بس الحقيقه احنا عايزين كمان ندرس التورك، عايزين نشوف التورك بيساوي ايه. قال لك اوكي، التورك دايما بيساوي البي، طبعا هنا احنا بنتكلم على التورك بتاع الشافت نفسه اللي هو بتاع الروتور، يعني بي ميكانيكال على الاوميجا، اوميجا هنا اللي هي الانجولر فيلوستي. طيب بس قبل ما نعبر عن القانون ده، محتاجين بس نعرف ان في حاجه اسمها التيب سبيد ريشيو. ايه التيب سبيد ريشيو دي؟ قال لك التيب سبيد ريشيو دي اسمها لامدا، اكتب لك اسمها هنا تيب سبيد ريشيو. قال لك اللمبة دي بتساوي السرعة الدورانية مضروبة في الروتور ريديوس على الفيلوستي بتاعة الهواء نفسها. يعني من الآخر الفرق ما بين السرعة الدورانية الميكانيكية بتاعة الروتور وسرعة الهواء. طبعا هو هنا ضرب الاوميجا في الار علشان يبقوا هما الاثنين نفس الوحده، لان دي راد بير سكند بينما دي متر بير سكند. لكن لما تضرب الراد بير سكند في الـ في الـ في الراديوس بتاع الروتور كده، انت تخليها هي كمان متر بير سكند. تمام، فاحنا لو عايزين نعوض عن القانون هنقول ان التورك بيساوي البي ميكانيكال اللي هو هاف الرو في الاي في الفي كيوب في السي بي على الاوميجا،
يمكن لو احنا عايزين نشيل الاوميجا يبقى هنقول بتساوي هاف الرو في الاي في الفي كيوب في السي بي. احنا هنا لو عايزين نشيل الاوميجا هنقول ان الاوميجا بتساوي التيب ريشيو دي في الفيلوستي بتاعت الهواء العادية على الراديوس، يعني هتساوي ده على لامدا في الفي، وهنا هنحط الار لان مقام المقام بسط زي ما احنا عارفين. يعني ده معناه ان دي هتبقى في سكوير، يعني هتساوي التورك هيساوي هاف رو في الاي في الفي سكوير في السي بي على اللامدا في الار. الحقيقة اللامدا عليهم كلهم اللي هي التيب ريشيو دي، لكن انا حبيت ان انا اعملها على السي بي لان السي بي على اللامدا بيدينا كوفيشنت جديد احنا بنسميه سي كيو، وده بيسميه بقى ان كان ده الباور كوفيشنت فده بيسموه بقى سي كيو ده تورك كوفيشنت. تمام، ودي يمكن تكون اخر معادلة مهمة احنا هنستخدمها في القوانين دي. طب احنا ليه عملنا الكلام ده؟ احنا عايزين بالداتا اللي ممكن تكون موجودة معانا نقدر نطلع كل الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني انا لو عندي علاقة ما بين الفيلوستي والباور المنتجة انا ممكن اجيب بقى اكبر باور كانت امتى واكبر تورك كان امتى والسبيدز كانت عاملة ازاي بتاعت الروتيشن بتاعت الشافت، كل ده احنا بسهولة ممكن نوصل. بس الفكرة ان احنا نمشي الخطوات خطوة خطوة. فاحنا ده القانون اللي هو رقم 3. فاحنا كده عندنا القوانين بشكل يعني مبسط. احنا عندنا كينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير، عارفين الماس بيساوي الدنسيتي في الفوليوم، فوليوم بيساوي الاريا في الهايت، الهايت دايما هو الفيلوسيتي مضروب في التايم. شلنا الام وعوضنا عنها بقى بالكلام اللي موجود فوق ده، فوصلنا ان كينيتيك انرجي دي المعادله بتاعتها. احنا عايزين باور الحقيقه مش عايزين الانرجي، فالباور دايما بتساوي الانرجي على التايم، فقسمنا على التايم. فطبعا طار التايم اللي موجود هنا اهو كينيتيك انرجي، فطلعت ان دي الريليشن الاولانيه اللي هي بتاعت البي بتاعت الويند، دي الباور بتاعت الهواء اللي داخل على التربينه. طب هل كله بيتحول لطاقه ميكانيكيه؟ بالتاكيد لا. طيب قد ايه منه؟ دي اللي بيحددها الباور كوفيشنت. فبيبقى دايما البي ميكانيكال بتساوي البي ويند في السي بي، وده يمكن وصلنا للقانون رقم 2. طب احنا عايزين نحسب التورك، التورك بيساوي دايما بي ميكانيكال على الروتيشن سبيد زي ما درسنا في مختلف الحاجات الميكانيكيه او الالكتروميكانيكال. الحقيقه ان في تيب سبيد ريشيو اللي هي بتساوي اوميجا في ار على الفي، يعني بما معناه ان الاوميجا بتساوي لامدا في الفي على الار. يمكن التورك لو حبينا ان احنا نعوض بقى عنه هيساوي زي ما قلنا البي ميكانيكال، ده يمكن القانون بتاع البي ميكانيكال اللي احنا جبناه من معادله رقم 2 على الاوميجا، شلنا الاوميجا وحطينا مكانها القانون بتاعها اللي هو دوت. فطلع في الاخر قانون التورك بيساوي هاف الرو في الاي في الفي سكوير سي بي على اللامدا في الار. الحقيقه اللامدا موجوده تحت عند الكل بس احنا حطيناها تحت السي بي لان في كوفيشنت تاني اسمه التورك كوفيشنت، ده بيساوي الباور كوفيشنت على التيب سبيد ريشيو اللي هو فرق السرعات ما بين سرعات الروتور نفسه وهو بيدور بالنسبه لسرعه الرياح. جميل، حلو خالص. طيب اذا احنا حبينا نرسم علاقه بقى تربط ما بين الويند سبيد اللي هي الفي والباور اللي هي الميكانيكال باور المنتج او حتى الويند باور لانه هي هتبقى دايما مضروبه في السي بي، اذا حاولنا ان احنا نعمل الكلام دوت هنلاقي ان المعادله تقريبا اللي هي ديت كل العناصر اللي فيها ثابته، العنصر الوحيد المتغير هو الفي، فهنلاقيها عامله كده اهو، هتاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقي في الاول مفيش حاجه ريسبونس خالص، عند قيمه معينه بدا الكيرف يطلع ويزيد لغايه لما استقر وبعد كده نزل مره ثانيه. الحقيقه ان النقطه ايه دي،
اللي هي اللي بدأ من عندها الكيرف يطلع دي بنسميها او بنسمي الفيلوسيتي اللي عندها كات ان سبيد. الحقيقة كمان ان بعد كده زي ما احنا شايفين الدنيا بتفضل تزيد، فكان الباور لغاية لما بتوصل للريت يبقى كده بتثبت، ما بنسمحش للتربينة ان هي تطلع باور اكتر من كده لغاية عند نقطة معينة وتبدأ تقل. النقطة اللي بتبدأ تقل عندها بقى اللي هي الدي دي، السرعة اللي عندها بنسميها كات اوت سبيد، يعني اخر نقطة تقدر ان انت تاخد منها الباور اللي انت عايزها، بعد كده الدنيا بتبدأ انها تقل. الكومتين دول يهمونا شوية، كات ان سبيد كات اوت سبيد. دايما الكات ان سبيد دي بتبقى قيمتها من 2 ل 3 متر بير سكند، ساعات تبقى 4. الكات اوت سبيد دي بتختلف حسب التربينه اللي انت شاريها. طيب عايزين ناخد اكزامبل نشوف هو يعني الموضوع بيتم ازاي. يمكن احنا في 3 اكزامبلز موجودين وفي شيت كامل بيتكلم عن الموضوع ده، عايزين نحل الاكزامبل ده. بيقول لك فور ا 3 بليدز تيبيكال ويند تربين، مديك الروتور دايمتر 43 متر والروتور ريفولوشنز اللي هي الان، وهنا هو بيتكلم عن الان مش الاوميجا. سهل نوصل من الان للاوميجا، بتساوي 2 باي ان، يعني الاوميجا اللي احنا بنتكلم عليها اللي عن طريقها ممكن نحسب التيب سبيد ريشيو، هي بتساوي 2 باي ان، يعني 2 باي الرقم اللي هو مديه لنا ده. ومدينا الجير بوكس ريشيو 1 ل 55، ومدينا الاير دينستي كثافه الهواء الرو، طبعا الرو موجوده في كل القوانين فاحنا محتاجين ان احنا نعرفها، 1.225 كيلو جرام بير متر كيوب. الحقيقه ان الرقم ده مشهور جدا. ومديك كمان بيقول لك انا عملت حساباتي، حسبت الاوتبوت باور، هنا الاوتبوت باور اللي هو الميكانيكال باور قصده، بالنسبه لكل ويند سبيد. قال لك والله يعني لما كانت الويند سبيد ب 3 كان الاوتبوت باور 2 كيلو وات، لما كانت ب 4 كان الاوتبوت باور حوالي 17 كيلو وات، كانت بخمسة كان الاوتبوت باور 45. فضل شغال كده لحد ما وصل في اخر خالص ان عند ال 15 وال 16 وال 17 تقريبا الاوتبوت باور ثبت وبقى عند 618، وده شوية متماشي مع المنظر اللي احنا شايفينه هنا ده. تمام، ايه طلباته؟ بيقول لك هات لي الاوتبوت باور كورسبوندنج تو الباور كوفيشنت، ماكسيمم باور كوفيشنت، يعني اللي عنده اكبر ماكسيمم باور كوفيشنت. اذا انا لازم احسب الماكسيمم باور او الباور كوفيشنت لكل نقطه من دول. طب ده هنعمله ازاي؟ هنشوف دلوقتي. دي كده عايز يعرف ايه هو بقى الماكسيمم باور كوفيشنت ده، وعايز يعرف الماكسيمم تورك كوفيشنت اللي هو كان سي كيو لو فاكرين اللي هو ده، فاحنا لازم نحسبه. وبعد كده هو عايز يعرف التورك والباور كورسبوندنج للماكسيمم تورك كوفيشنت، عايز يعرف الباور والتورك اللي عندهم كان في ماكسيمم تورك كوفيشنت اللي كان اكبر سي كيو موجوده كده، عايز يعرف التورك كوفيشنت الكورسبوندنج للريتد باور، هنشوف بقى ده كان كام. الافشنسي بتاعت التربينه دي لو انت حطيتها في العوينات او في الزعفرانه او حتى في النرويج في اوسلو، عايز يشوف الافشنسي لكل واحده من دول هتبقى كام، وعايز يشوف الكات ان سبيد والكات اوت سبيد، وعايز يحسب الباور اللي يشتري بيها الجنريتور بتاع التربينه دي. طبعا الجنريتور هنا هتبقى قيمته هي قيمه الميكانيكال باور ريتد. تمام، اول سؤال اعتقد انه سهل، او سوري مش اول سؤال، السؤال اللي قبل الاخير ده هو الوحيد اللي نعرف نعمله اللي هو الكات ان سبيد والكات اوت سبيد. من غير ما نعمل اي حسابات واضح ان الكات ان سبيد هي الثلاثه دي، لان يعني دي اللي بدا من عندها الحركه. طيب الكات اوت سبيد فين؟ اللي هو اللي ثبت عندها الباور، او الباور عندها وصل لاعلى حاجه. طبعا هي هنا واضح انها هتكون ال 17. تمام، عايزين نبدا نشتغل بقى ونحسب الحاجات الباقيه اللي هو عايزها. عشان نعمل كده افضل حل اننا ناخد الجدول ده ونروح بيه على اكسل فايل زي ما انتم شايفين كده. انا خدت الجدول رحت عملت له كوبي حطيته في الاكسل فايل ده، ليه؟ علشان اقدر احسب الباقي. واضح ان ده الميكانيكال باور، علشان اقدر احسب السي بي محتاج احسب الباور بتاع الويند، ادي البي ويند. طيب احسبها ازاي؟ انا عارف كويس قوي ان البي ويند من القانون اللي انا حسبته
تساوي هاف الروف الايه في الفي كيوب اللي هو ده المعادله رقم 1. تمام، يبقى اذا انا اقدر اقول ان ده بيساوي هاف في الرو هو مديها لنا 1.225 في الايه اللي هي 3. باي ار سكوير 3.14 في الار، هو مدينا الديامتر بتاع الروتور بتاع التربينه، ديامتر كان مديه لنا 43، فاحنا هنقول ان الار اللي هو نص الرقم ده اللي هو 21.5 سكوير، طبعا نضربه تاني في 21.5 عشان يبقى سكوير هاف الرو. احنا جبنا الايه خلاص في الفي كيوب، الحقيقه الفي بتتغير، فاحنا علشان الاكسل بيعرف يحسبها لنا بسهوله فاحنا هنقول في، نفتح قوس ونفتح قوس تاني ونحط المكان بتاعها ونقفل القوس ونقول باور هنا كده كيوب يعني 3، ونقفل القوس وندوس على الانتر هيطلع الرقم ده. الحقيقه الرقم ده مش هنقدر نقارنه قوي باللي فوقيه لان ده بالوات وده بالكيلو وات، فعشان نقدر نقارنه محتاجين نقسم الرقم ده على 1000 عشان يبقوا هما الاثنين نفس الوحده. تمام، اذا انت عرفت تكتب القانون صح الاول واحده، كل اللي عليك انك تشد بالعرض كده الكولوم ده هتلاقيه هو من نفسه حسب لكل نقطه من دول البي ويند كانت بتساوي كام. طيب جميل، خلاص يبقى انا كده حسبت البي بتاعت الويند، يبقى دي الباور اللي داخله ودي الباور الميكانيكال اللي طالعه. كبر شويه عشان تشوفوا الكلام. طيب انا عايز احسب السي بي. جميل، مش احنا قلنا ان السي بي دي بتساوي الباور الميكانيكال على الباور بتاعت الويند، يعني بتساوي الرقم ده على الرقم ده للنقطه دي والرقم ده على الرقم ده للنقطه دي. طيب خلاص نعملها الاول واحده والباقي سهل، وبتساوي ده على ده تساوي انتر. طالما انت عملتها صح الاول واحده تقدر تاخدها كلها بالعرض كده علشان تطلع معاك مظبوطه، يبقى انت كده حسبت الماكسيمم باور كوفيشنت. تعال نشوف بقى هو كان بيسالك في حاجات على الماكسيمم باور كوفيشنت على فكره. خلينا نرجع نشوف السؤال تاني. هو كان بيسالك بيقول لك الاوتبوت باور كورسبوندنج تو ذا ماكسيمم باور كوفيشنت، فين اكبر باور كوفيشنت موجود؟ جيب شيت الاكسل. اكبر رقم هنا فين؟ واضح ان اكبر رقم هيبقى عند 0.43، ده اكبر رقم، كل الارقام اللي بعد كده هتقل، فاكبر قيمه هنا عندنا اللي هي 0.430599، يمكن القيمه دي هي اكبر ماكسيمم باور كوفيشنت. طيب الاوتبوت باور او الميكانيكال باور كانت كام ساعتها؟ كانت 196، عند القيمة بتاعت الماكسيموم كانت الاوتبوت باور 196. احنا نرجع كده بقى الباوربوينت ونحلها، ادي القلم اهو، نقول كده ان الاوتبوت باور كان 196 كيلو وات، ونقول ان الماكسيموم باور كوفيشنت كان ساعتها 0.43 على ما اتذكر. طيب الماكسيمم تورك كوفيشنت، واضح ان احنا لازم نحسب التورك كوفيشنت، مفيش مشكله خالص. نرجع تاني لشيت الاكسل، احنا عايزين نحسب السي كيو. احنا قلنا السي كيو قانونها بتساوي السي بي على اللامدا على التيب سبيد ريشيو. طيب التيب سبيد ريشيو لازم نحسبها الاول عشان نقدر ان احنا نحسب السي كيو. التيب سبيد احنا قلنا الديب سبيد ريشيو بتساوي الاوميجا في الار على الفي. طيب الاوميجا هو مدي لك رقمها بس مديها لك بالان بالار بي ام، هي بتساوي 2 في 3.14 في الان اللي هو مديها لنا اللي هي 18. تمام كده احنا جبنا الاوميجا مضروبه في الراديوس بتاع البليد بتاع التربينه اللي هو 21.5. تمام على احنا هنحسبها عند النقطة دي على السبيد بتاعت الويند. لو حسبناها صح للنقطة دي هنعرف نحسبها صح لكل الباقيين. شد الخط كده هو اوتوماتيك بيحسبها لوحده لكل نقطة مظبوط. انت كده جبت التيب سبيد ريشيو.
كده برضو بقى سهل عليك خالص تجيب السي كيو، لان احنا عارفين ان السي كيو بتساوي السي بي على التيب سبيد ريشيو، وهي دايما بتطلع رقم صغير كده، تمام؟ فيبقى ده السي كيو اللي هو الماكسيمم تورك كوفيشنت. هو كان بيسألك على سؤال هناك بقى، بيقول لك الماكسيمم تورك كوفيشنت بتاعي كان كام؟ هنشوف اكبر قيمة كانت عنده كام. فضلنا ماشيين كده هنلاقي ان اكبر حاجة هو وصل لها وصل 0.0017، وبعد كده يرجع يقل تاني. فاكبر قيمة هي القيمة دي اللي هي كان عندها، هو عايز منك قيمتها اللي هي 0.0017 الماكسيمم تورك كوفيشنت. نكتب سوري equal 0.0017. هو عايز يقول لك بقى هات لي التورك والباور اللي عند ال ماكسيمم التورك باور اللي عند الماكسيمم تورك كوفيشنت. فاحنا هنشوف بقى ال 0.017 دي مين قدامها كتورك وكباور. باور يمكن موجود، التورك محتاجين نحسبه. كباور الباور هتبقى 533. طب التورك هيبقى كام؟ محتاجين نحسب التورك بقى. طيب التورك في الحقيقه احنا عارفين ان هو بيساوي زي ما شفنا كده في واحنا بنعمل الموديلنج، هنلاقي ان التورك بيساوي هاف الرو في الاي في الفي سكوير في السي كيو في الريديوس بتاع البليد. يعني اكتبها بقى على الاكسل، هيساوي هاف في الرو اللي هي 1.225 في الاي اللي هي 3.14 في الراديوس سكوير، هاف الرو في الاي في الفي سكوير، يمكن دي الفي سكوير في الار تاني برضو اللي هي 21.5 على السي كيو. السي كيو بتاعتها اهي اتحسبتها كده، تدوس انتر مش كده نقدر نحسبها بمنتهى السهوله. هاف الرو في الاي كده يعتبر الاي في الفي سكوير في الراديوس على سي كيو. فهو بيسال عن التورك، فاحنا ساعتها ممكن ان احنا نحسبه بمنتهى السهوله اللي عند الماكسيمم باور كوفيشنت اللي هو كان ده 1.61 في 10 باور 9. تمام. تاني سوري. فخلاص احنا نقدر نطلع التورك كوفيشنت اللي هم محققين عندهم. بيقول لك التورك كوفيشنت اللي هي سي كيو كورسبوندنج تو الريتد باور. الحقيقه الريتد باور هنا بتساوي كام؟ هي المفروض انها بتساوي 618. فانت هتشوف اول نقطه عند ال 618 وتقول له التورك كوفيشنت عند الريتد باور بيساوي كذا. بيسالنا بعد كده بيقول لنا الافشنسي لما كانت التربينه، لو التربينه دي موجوده في العوينات. الموضوع كله بتاع لما يسالك على الافشنسي في مكان معين، انت بتشوف الباور الميكانيكال المنتجه عند المكان ده كام، والباور بتاعت الويند كام، وتقسمهم على بعض. بس لازم تكون عارف السرعه بتاعت المكان. يعني مثلا في العوينات، سوري، في العوينات مثلا الافريج سبيد بتاعتنا كانت 9 في المكان ده. فنروح رايحين للجدول، مش هنحسب حاجة تاني خلاص، احنا بس هنقسم حاجتين على بعض. نروح رايحين عند التسعة كده، فين التسعة؟ اهي. عايزين نشوف الافشنسي. الحقيقة الافشنسي في المكان ده هي نفسها السي بي بس عند السرعة دي بس. طب احنا ليه اخترنا السرعة دي؟ لان دي الافريج سبيد على مدار السنة كلها.
فهي هتكون بتساوي السي بي في المكان ده، يعني المكان ده الكفاءة بتاعت التربينة هناك هتبقى حوالي 42.7% ان كان ده ال اه طبعا تخليها في المية لو ده السي بي، لان ده القسمة بتاعت البي ميكانيكال على البي بتاعت الويند. ويمكن احنا ما نقدرش نطلق السي بي على الافشنسي في كل السرعات، لكن نقدر نطلقها في المكان معين بافريج معين. طبعا نفس الكلام للزعفرانه، هنشوف الافريج سبيد كام نفس المكان في اوسلو. طيب النومينال باور بتاعت الجنريتور اكيد هي نفس النومينال باور بتاع الميكانيكال باور. هنا 618 برضو انت هتحاول تشتري الجنريتور 618 كيلو وات. يمكن زي ما انت شايف كده في assignment في مسألة مشابهة ليه ده، بس هنا هترسم ال CP مع اللامدا، هتحط ال CP في ال X axis واللامدا في ال Y axis. مفيش أي مشكلة خالص، أنت ممكن تخلي الإكسل هو اللي يرسمها لك، وأنا هخليكم تمتحنوا في مكان فيه الإكسل، فما فيش مشكلة خالص. ونحدد المكان بتاع الماكسيمم باور بوينت اللي فيه ال CP ماكسيمم، شوف المكان فين وتعلم عليه في الرسمة. نفس الكلام، وعايزك ترسم علاقة ال CQ باللامدا، ترسمها وتحدد المكان اللي فيه الماكسيمم CQ لو هو طالب منك. بيقول لك عايز الريتد باور الكورسبوندنج باور كوفيشنت تور كوفيشنت، عايز للريت يعني في المكان اللي فيه الريتد باور كانت السي بي كام والسي كيو كام. طبعا هنا الريتد باور واضح انها 1000، واضح ان ده المكان اللي فيه الريتد باور. عايزين نشوف بقى السي بي كانت كام ساعتها والسي كيو كانت كام لما تحسبها. دي مساله في السكشن هتحلوها، وطبعا في شيت كبير في الموضوع ده هنحله. موضوع مش صعب، لكن انا حابب ان انتوا تحلوا وتتدربوا عليه، وحاول تستخدم الاكسل تول كويسه جدا معاك، هتظبط معاك الامور. في النهايه انا بشكركم جدا، واتمنى ان الموضوع يكون كان مفيد بالنسبه لكم، و اهتماما الاهتمام بيه يعني، ونحل عليه علشان لا يعني مفيش امتحان بيخلو منه سؤال عن الموضوع ده. شكرا جزيلا.